we played a great game defensively, pretty much from beginning to end, which is something that we've been struggling with. We knew what we had to exploit out of that team. We knew we had to drive the ball early, try to get them in foul trouble, and that's what really just drove us into the second half. We didn't settle for the three, and we just kept attacking, and we got the win. العود هذا نيكولاس العود هذا أوهو. يا سلام تقييمها حتى اللحظة 10/10 يا سلام أوهو. كل شيء مشاهدينا الكرام يعود إلى آسيا هيا برافو والله الله يا نيكولاس الله نشاهد مباراة رائعة جدا على مستوى كرة السلة الباسكت المبدع أوهو. يا راب براندون وينك حلوة تحت السلة أوهو الأسد برافو والله بين الشقيق والشقيق أوه كبيرة جدا لسعيد مبارك أوهو يا لعيب برافو يا سعيد سعيد بخيل معروف على سعيد بخيل يا وخد فيها خطأ بقية مشاهدينا الكرام شباب الأهلي الفريق الذي سابقا أحرز أوهو أوهو أوهو